الإدارية للجامعة الإخوان الأخوة المناضلات في الهيئات الاجتماعية المقابلية. بطبيعة الحال هذه الوقفة تأتي احتجاجا على ما عرفه الدخول المدرسي هذه السنة من لخبطة ومن عشوائية، وبالتالي لا بد من رد. الرد هو هذه الوقفة وليست إلا بداية لحل المشاكل المطروحة في الساحة النقابية. بطبيعة الحال نحن في اللجنة الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم العضوي في الفيدرالية الديمقراطية للشؤون نشارك بكثافة في هذه الوقفة للتعبير عن تضامننا وللتعبير عن امتعاضنا واحتجاجنا على هذه السلوكات التي دأبنا عليها كل بداية سنة دراسية. بطبيعة الحال مستوانا الدراسي عرف انحطاطا وتراجعا كبيرا نتيجة لهذه العشوائية التي نخرت جسم التعليم في هذه النيابة. بطبيعة الحال الموارد البشرية في ضعف مستمر لم تستطع الاستجابة للمشاكل المطروحة، وبالتالي نحن نعلن تضامننا ونعلن احتجاجنا على هذا الواقع التعليمي المتردد. حسن البربري كاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مدينة الغريب. فاحنا كنظموا هذه الوقفه الانذاري، هو الاعتصام الانذاري بالتنسيق مع النقابه الوطنيه للتعليم منذ تحت السي دي تي، وهذا دواعي الاعتصام بعدا لان جاء على واحد امهال نيابه التعليم مهله ديال سنه، وقلنا بان النائب جا جديد وجا لهذه المؤسسه، جا جديد لهذه النيابه، وبالتالي انا قلنا المهلوس يجب مع الاقليم ويجب يدير شي حلول، وبالتالي انه ما لمسنا فيه الا المراوغه والتسييف ويسوي في المصالح، وتم ان الانفراد في العمل، انه كل العمل قرارات اللي كتاخذها النيابه كلها كتاخذها انفراديا، وكتضرب التشارك وتضرب النقابات في العمق، وكتضرب يعني التشارك في العمق، ما كتبقاش العمل ديال التشارك. هذه الاولى. ثانيا ضد اغلاق المؤسسه التعليميه، ضد اغلاق المؤسسه التعليميه اللي كتغلق بلا اخبار بلا شي حاجه، ونموذجا لهذه الثانويه الاعداديه والذهب اللي تغلقات وسبت في التشريط ديال 800 تلميذ تيتو، وغلقوهم بمؤسسات لا تستوعب هذا العدد كله. ثم انه الدواعي الثاني هو التكلفات اللي بدات بالعشوائيه، واعتبرنا احنا انتقامية في حق رجال التعليم، انتقامية في رجال التعليم، وكيشدوا الاستاذ ويكلفوه كل عام، وكل عام كدار 500-600 تكليف. لماذا هذا؟ احنا طالبنا السيد النائب، طالبنا الاداره بان تجلس معنا الحوار كنقابات كمسؤولين كمؤسسات باش نديروا هذه العمليه ديال يعني سد الخصاص وديروا استقرار رجال النساء ورجال التعليم في اماكنهم، عواد يبقاو كيتكلفوا كل